مرحبا، أنا اسمي أنيس، أنا لبناني، عايشين برات لبنان، نحن وجروب كبير من رفاقنا. قد ما فينا منجرب ما ننسى لغتنا، بس وقت من التاني بتلاقي حاله الإنسان ما عم يحكي غير لغة غيره. بس نكون بالمول أو بس نكون محل تاني مسافرين، نسمع حدا عم يحكي عربي. أنا شخصياً بتذكر بيت جدي بالجبل، أنا من ضيعة قرنايل، وبتذكر هيدا الشعور إنه لبنان هو الأرض والعالم كله هو النجوم، ومهما برم الإنسان بده يرجع على أرضه، بده يرجع بيته، وأهم شيء يضلوا رافع اسم بلده وين ما راح. فهي اللغة، لغتنا بتعني الوطنية بالنسبة لي، أكيد لكل رفاقي كمان. ميرسي.